يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. فكل واحد في توه وقوة بتنجيه، فأضعف خلقه حاطط سره من غير ليه، ومفيش قوي غير لما فيه أقوى، واللي افترى على الناس ربك ما بيخليه. اسم الله عليه اسم الله عليه، شداد على الحق ووقت الجد، جدع ويسد ونتبهى بيه. ازيك يا عم سعد؟ اهلا وسهلا بيك. انت اسمك سعد زغلول على اسم زعيم الأمة. ايوه تاريخ. تاريخ. ايوه. وكل الناس قالوا لنا ان انت اجدع واقدم واحد في المنطقة. ايوه. مفروض. ليه بيقولوا عليك كده؟ لان يعني اعتبر ان انا ابن الجمالية، مولود فيها، وابويا مولود في الجمالية، عائلتنا كلها موجودة في الجمالية. قالوا لي بقى ابوه كان الله يرحمه كبير الجمالية. كان كبير. كبير، كل ده من كل مربع دي كبير، ولو مشكلة بتتحل وبتتعرض عليه يقولوا بمشاكلهم، يفك المشاكل، يقعد قعدات عرفية ويلم الطرفين وراضيهم مع بعض، وده كان ذبيحة بتتذبح، ده كان قعدة عرفية بتتعمل، ادي والدي كان فيه وانا خدت منه ده. خدت الناس منه تجيلك بمظالم. ايوه خدت منه الحاجات دي كلها الحمد لله، وعشنا فيها وكويسين وماشي مع الدنيا. يعني عم سعد يقولك بمشاكل شكلها ايه مثلا؟ شكله على ايه؟ يعني واحد له حاجه عند حد، الناس عيلتين اتخانقوا مع بعض، بنحضر القعده ونعملها قعده عرفيه ونشوف بالحق مع مين فيهم، وتقول انت مثلا ادفع لفلان كذا. أيوة. مثلا انت تقيم الديه ولا تقيم الفلوس. ايوه ايوه، ولو يعني حاجات كتير يعني بتتفك يعني بنفكها. طب ومشاكل عائلية؟ حد عايز يطلق يجوز بتاع يقولك برضو؟ يطلق بنراضيهم مع بعض، بنراضي الطرفين مع بعض، وعشان الأولاد اللي بينهم والكلام ده يعني. تحاول تسلم. آه طبعا. وين ما اصطلحوش؟ لا ما اصطلحوش، بتلزي هي مرة واثنين، مش على طول كده يعني. صح. عشان يرجعوا لبعض، ادي الموضوع يعني، ومعاه أولاد. ولو حد جار على مراته مثلا ضربها ولا حاجه ما توقفلوش؟ بقف لها هي، قف لها هي، توقف لها هي. توقف للحريم. جدع. ايوه. ليه بقى؟ مهما كان الست، لو هي تاجره او بياعه او اي مهما كان برضه ضعيف. طبعا. ليه بيقولوا ان اخر ملوك الجدعانه؟ هل الجدعانه راحت؟ الجدعانه موجوده. موجوده مع اللي عاش فيها وتربى فيها، مش موجودة مع الجيل اللي جاي. ما تلاقيش الجدعانة النهاردة، تلاقي مصالح. أنا عشان أخش في موضوع يعني ورا منه مصلحة. طبعًا. الأول ما كانش مصلحة. الأول كان الجار يخبط على الجار كده، لو طبخ طبخة، بيجيب طبق من من بيته، شقته، وخبط على جاره واديها له، وجاره برضه قال له عمل أكلة، خبط عليه. ما فيش طبق يرجع فاضي، أنا أهل أهلي ربوني كده، ما فيش. يعني الواحد يبقى ماشي كده وطالع على بيته وشم ريحة الطبيخ من تحت. من تحت كان زمان. يوم كل يوم تعمل أكل، بتعمل أكل. لكن تفتكر النهاردة ما تلاقيش علشان أهلهم، أهل الجيل الجديد، ما ربهوش على كده، ولا ظروفهم مش مساعدهم إن هم يبقوا جدعان زي بتوع زمان؟ مش عارف أقول لك يعني. ما تلاقيش الست بتاع زمان، الست اللي هي بتعمل إيه، اللي بتربي قصدك يعني. بتربي، ومعنى الكلام ان الاكله اللي هي بتاع زمان. انت بتحب تاكل ايه؟ ايه اكتر اكلات بتحبها؟ أحب اكل المحشي. تحب المحشي؟ والممبار. جميل. والكوارع. حلو برضه. الكوارع دي كانت زمان كوارع. دلوقتي بقت ايه؟ بقت دلع. ده الحاجه اللي من غير ملح. هي لكن زمان كوارع كوارع، تاكل الكرع من هنا تخبطي ايدك في الحيطه تنزل. النهارده تخبطي ايدك كده تتكسر.